아, 카드가 없어. 아씨. مرحبا أنا رفيق، أنا كوري ويمكن أن أتكلم اللغة العربية قليلا. أريد أن أقول القصة عن الدول العربية من وجهة نظر كوري، مثل مميزات كل دولة أو اختلاف ثقافي بين كوريا. وأجري هذا البرنامج كل الأسبوع بشكل مسلسل من خلال هذه القناة اليوتيوب. أتمنى الكثير من الاهتمامات لكم. اليوم القصة الأولى هي دولة الكويت، لأنني عشت في الكويت حوالي سنة واحدة في سكن الطلاب في جامعة الكويت في الشويق. ربما الآن جامعة في الشويق مقسومة. مميزة الكويت الأول، الجو حار جدا حقا، الآن حار أيضا، لكن أكثر حار عندما كنت ماشيا على الشوارع للمرة الأولى في الكويت. شعرت بالخوف بسبب الحرارة، كنت أعتقد أن يمكن سقوط الأرض إغماء بسبب الحرارة في الخارج. لذلك تم تجهيز المكيف الهواء في كل المبنى في الكويت، لكن قال أصدقائي الكويتيون دبي أكثر حر من الكويت، وأيضا رطبة جدا في دبي، والشتاء في الكويت قصير، لكن الجو جميل، يستمر حوالي شهرين، والجو يشبه فصل الخريف في كوريا. ويلبس الكويتيون دشداشة سوداء في الشتاء. على أي حال الكويت حار، لكن الشتاء في الكويت جميل جميل. مميز الكويت الثاني، يوجد كثير من المول في الكويت. أفينيو مول، مارينا مول، 360، سوق شرق. مرحبا، أحب أفينيو مول. في كوريا أتذكر فقط كويكس مول، هذا جميل أيضا. لكن في كوريا يوجد أماكن للتسويق في الشوارع، مثل ميونغدونغ، دونغدمون، هونغدي، شينشون. أعتقد أن سبب وجود عدد المول في الكويت هو الجو الحار. يوجد البراندات الأمريكية أو الأوروبية أو العالمية كثيرا في مول في الكويت، ومعظم فاخرة غالية وجميلة. كنت أحب أفينيو مول، سمعت أن أطول وأكبر من قبل، صحيح؟ مميز الكويت الثالث، لا يوجد الكثير من الكويتيين في الكويت. لماذا؟ لأن يوجد الأجانب الكثيرون في الكويت للعمل، آسيويون، أوروبيون، أفريقيون، كل الأشخاص من العالم. لذلك عندما كنت في الكويت تحدثت مع الأشخاص بالإنجليزية ليس بالعربية، وقد درست لهجة الكويتية لكن نسيت كلها. شلونك؟ شلونيتش؟ انت منو؟ ابي قهوة. تبي شاي؟ الكويت هي دولة جميلة، الجو حار، لكن من السهل لتجفيف الملابس بعد الغسيل. وأعتقد أن العلاقة بين الكويت وكوريا عميقة جدا. يوجد الشركات الكورية للبناء كثيرة في الكويت، وتسببت حياتي في الكويت بأنني أحب اللغة العربية وأحب أشخاص العرب. وأتمنى أن أزور الكويت مرة أخرى في المستقبل إن شاء الله. ماوريكي، أنيون، شكرا، إلى اللقاء.